بسرعة امشي يلا يلا امسكوها امشي يلا امشي هدوها من هون اسرعوا شوي شو هاد بعدوا عنا لك اتركوها انت شو عم تعملي وقفوا هون ولا تحكوا اي شيء انجلي تركيا تروح والا انتو ما دخلكم بهالقصة ابدا ليش عم تتدخلوا بشي ما بيخصكم بالمرة لا تتدخلوا بشي بدون صوت وإلا رح أوصك خدوها من هون امشي اتصال من البيت السعيد ما هيك ردي أكيد بيكون مهم ألو فكوا لي الدكتور يلا بسرعة دكتور هاي المتبرعة هاي أمي تشتغل بسرعة يا ريت تخلي أمي تعمل شغلة منيحة قبل ما تموت رجاء هذا غلط ما فيني أعمل هيك ولا بخسر شهادتي هي ممكن تموت وبدي أدوات لأعمل العملية تفضل أدوات العملية دكتور ما تخاف تخسر شهادتك أنا رح أعطيك كتير مصاري ما تخليك تحتاج إنه تشتغل كل حياتك وهلأ بهذا الوقت لازم تخاف على حياتك دكتور رجاء بسرعة لأنه بلش ينفض صبري بسرعة بسرعة صباح الخير ماما كيفك؟ أكيد أنت مو بنتي حتى مانك إنسانة أنت وحدي سيئة كتير لك ليش عم تعملي هيك قولي؟ من اليوم اللي شفتك انت وعائلتك على التلفزيون تعرفي من وقتها بلشت اكرهك انت وعائلتك كمان وحطيتكم براسي وبهداك اليوم انا قررت اني ادخل على حياتكم كلكم ودمر لكم اياها انت والعائلة تبعك جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية